مساء الخير. هالاسبوع مثل ما قلت لكم الاسبوع اللي طاف رحله جديده ومغامره جديده مع مغامر جديد ورحاله جديد، وهذا الاسبوع مع رحاله جميل جدا بالاخلاق ومن انجازاته ابن النيل الرحاله المصري محمد عليوه، رحاله على دراجه هوائيه، ولكن مغامراته كلها جميلة وفيها تحدي كبير. وبنستضيفه الحين وبنعرف منه تحدياته وشنو الشيء اللي ألهمه اللي خلاه يوصل لهذه النقطة. الحين إن شاء الله راح ندخله معانا. حاولنا نستضيفه لكن طلع لي رفض، نحاول مرة ثانية. أخ محمد ممكن تقبل الدعوة؟ مساء الخير يا أخ محمد. أهلا نورت أهلا أخي، نورت، أيك؟ هلا فيك، كيف حالك؟ الحمد لله والله، أهلا وسهلا. كل عام وانت بخير، مع انها متأخرة يعني ما بقى شيء على عيد الأضحى يعني، لكن وانتم بألف ألف خير. الله يخليك، ونتشرف ان احنا نستضيف رحالة كبير ومغامر عظيم مثل الأخ محمد عليوة، وهذا شرف كبير لنا ودروس نتعلم منها في كل كلمة ممكن تقولها وكل ميل تقطعه. أكيد في دروس كثيرة تعلمتها، وممكن تعطينا ولو 1% من هذه الدروس. طبعا حضرتك قمت برحلات كثيرة، ولكن أنا باختصار طلعت على صفحتك وطلعت على بياناتك وإنجازاتك الكبيرة، ومنها هي محمية وادي الريان في 5 فبراير 2017، وهذه كانت أول رحلة بالدراجة الهوائية. ممكن تقول لي عن الدراجة الهوائية؟ بالنسبة لي أنا الدراجة شكلها مختلف نوعا ما. ممكن تعطينا نبذة عن الدراجة وتتكلم بعدين عن محمية وادي الريان؟ تمام. تقدر تسمح لي أقول بس كلمة موجزة؟ أنا عايز الأول أثمن. خذ راحتك، هذا المكان لك اليوم. أنت جميل. أنت أيوه تفضل. أنا عايز أثمن جدا على المبادرة بتاعتك بتاعت الحوارات اللايف أونلاين ديت مع رحالة مختلفين في زمن الكورونا، وعايز في الإطار ده أشير لواقعة محددة عشان أبين قد إيه أهمية المبادرة اللي أنت بتعملها دي. أنا كنت مدعو في شهر ديسمبر اللي فات في الإمارات في مهرجان الرحالة العالمي. المهرجان دوت كان الداعي ليه الشيخ عوض مقرن، قال لي كلمة علقت في ذهني تماما في بداية المهرجان. قال لي يا محمد، مجيك المهرجان مش زي ما هتغادره، يعني زي ما جيت مش زي ما هتغادر. لقاءاتك وحواراتك مع الرحالة اللي انت هتقابلهم هتغير فيك حاجات كتير. والحقيقة أنا لازم أعترف أن مستوى الرحالة اللي كانوا مشاركين كان فيه حوالي 3 أو 4 منهم مستوى استثنائي جدا، حاجة يعني لو أقول لك خارقة مش هكون ببالغ. يعني منهم واحد مثلا يمكن أول أو تاني واحد على مستوى العالم الذي يعبر مضيق بيرينج اللي هو ما بين شمال أمريكا ما بين ألاسكا والاتحاد السوفيتي أو روسيا. هذا هو المستوى من الرحالة شارك. وبالفعل أنا في أحد الأيام وأنا بشارك في المؤتمر في برزنتيشن اتعملت وعملها واحد من جنوب أفريقيا، هو وزوجته عبروا الأطلنطي بقارب تأديف. ممتاز. رجعت الفندق ليلتها ما عرفتش أنام من مدى الإثارة والتأثر،
لحد ما بقى تقريبا ده يعني حلمي ومشروع حياتي. فاللي عايز اقوله لك اني انت بتعمل حاجه من غير مهرجان ومن غير تذاكر طيران ومن غير تأشيرات ومن غير فندق وإقامة. يعني أنا تابعت مع بعض الناس اللي أنت استضفتهم، وفي على فكرة أكتر من حد عامل مبادرات بالمثل ديت، والواحد قاعد مكانه في بيته وفي زمن الكورونا لا عارف يروح ولا يجي، صحيح. بيشوف تجارب ناس. ما علينا، دي كانت مقدمة كنت حريص إن أنا شكرا، أقولها وأشكرك جدا عليها. وهذه كلمة كبيرة، إطراء كبير من رحالة كبير. طبعا احنا كون رحالة وعملنا قائم على الترحال والسفر، فحاليا مو قادرين نسوي شيء إلا ان احنا نتشارك الذكريات ونتشارك التجارب ونتعلم من بعض، وهذا هو الغرض الرئيسي. يمكن احنا من خلال هذه الحلقات البسيطة والحوارات التلقائية يعني نشجع ناس كثير أن بعد الأزمة هذه يطلعون ويلفون العالم ويصيرون رحالة مثلنا. بالظبط، بالظبط جدا. نرجع بقى لموضوع وادي الريان وموضوع الدراجة ديت. أنا في التاريخ تحديدا اللي أنت تفضلت بيه اللي هو بداية 2017، يعني من 3 سنين بالظبط، ده كان بداية لما عقدت العزم على إني أخرج بره القمقم أو الشرقة اللي كتير مننا حابسين نفسهم فيها، وقررت أبدأ أعمل ترحال مسافات طويلة. فوادي الريان ده محمية طبيعية في محافظة عندنا اسمها الفيوم، حوالي 120 أو 130 كيلومتر من القاهرة. فده كانت أول مسافة طويلة نسبيا على الدراجة، يعني يعني لما تبدأ تعدي 100 كيلو بتبدأ تقول دي مسافة طويلة نسبيا بدراجة هوائية. فروحت هناك، وإيه الدراجة دي حكايتها إيه؟ دي دراجة بالانجليزي بيقولوا عليها ريكومبنت، ريكومبنت يعني راقدة، كأنك راقد على ظهرك، ريكومبنت ده وضع الركود على الظهر. ودي انا خيار انا اخترته بعد فترة من التفكير، انا دلوقتي اريد ان ارتحل، اريد ان اسافر، فلا بد من وسيلة، طيارة، سيارة، دراجة بخارية ماشية على الاقدام، دراجة هوائية. لقيت ان الدراجة الهوائية هي الأقرب إلى فكرتي عن الترحال، الأقرب إلى الريتم والسرعة والاستمتاع المقرونة بشيء من التحدي المتمثل في المجهود البدني، مجهود بدني يعتبر شاق. فبتكتمل معاها عوامل فكرة الترحال والمغامرة. فما ارتحتش قوي في الدراجة التقليدية بالذات في المسافات الطويلة، ولقيت الدراجة الراقدة دي في الخليج بتسموها جارية، بالذات في السعودية، الإخوة في السعودية بيسموها جارية. هذه الدراجة كومبانت وجدت فيها بغيتي، وبدأت أول رحلاتي داخل مصر، والتي تلتها بعد ذلك سلسلة من الرحلات الطويلة الدولية بقى، يعني المغرب ثم مصر والسودان ثم البلقان وأوروبا الغربية ثم ممتاز. حاجة جنوب شرق آسيا. حلو حلو، ممتاز جدا، وأكيد عندك هدف تبي توصل له. من يعني مثلا اكيد قلت انا على 2022 او 2030 بيكون حققت كذا كذا من السفرات او من الانجازات، خلينا نسميها. هو الحقيقة فكرة الترحال اللي أنا انتهكته ديت، الترحال بالدراجة، الهدف أو السقف يكاد يكون السقف السماء، يعني بقى يكاد يكون طموحي إني أنا ألف العالم كله. فتحديدا زي ما قلت في البداية قبل ما أروح مهرجان الرحالة العالمي في دبي، كان هدفي أو أملي الرحلة بعد كده إن أعمل رحلة تمتد من المحيط الأطلنطي في البرتغال إلى المحيط الهادي في اليابان عبر ممتاز. 13 أو 14 ألف كيلومتر. فدي يعني كانت متجه غرب من البرتغال، متجه شرق عفوا. عكس العكس، كنت متجه من اليابان
نيتك تتجه من اليابان واختمها في المحيط الاطلنطي في البرتغال. فدي كانت نيتي، وبدات اشوف خط السير هيبقى عامل ازاي والدول اللي هفوت فيها و و و وكان برضو على بالي جدا الرحله اللي انت عملتها اللي هي من الاسكا لاقصى جنوب شيلي ترانس امريكا. حلوه دي برضو هذه. لي احدى امانيه، واحدى امانيه كذلك الثالثه كايرو كيب من القاهره الى كيب تاون. ممتاز ممتاز. فدول الثلاث رحلات الرئيسيه اللي كان نفسي اتمهم لحد ما رحت مهرجان الرحاله فاصبح شاغلي الشاغل، وهدفي اللي بحلم بيه كده يعني اكاد يكون يوميا، يعني لا ابالغ اذا قلت اكاد يكون يوميا، هو عبور الأطلنطي بقارب تجديف. ممتاز. وبدأت مشيت خطوات في المغامرة ديت على كافة الأصعدة، يعني الترتيب والمركب وتجهيزه والسبونسورز، يعني كنت أكاد أكون يومي كله مسخر للبحث ودول التواصل مع من سبقوني وقاموا بهذه التجربة، لحد ما بدأت كورونا فكل شيء توقف، شغل شيء توقف. حتى كنت بدأت التدريب على التأديف في نادي تأديف في النيل وفي على جهاز تأديف في الجيم، كل حاجة توقفت، لا جيم ولا تأديف على القارب ولا حاجة خالص. إلى أن ربنا يفرجها وكورونا تروح لحال سبيلها، مجرد ما الموضوع ده الجائحة دي تنتهي إن شاء كل الله. جلة باستثناء عبور الأطلنطي، تحدي عبور الأطلنطي. يلا موفق ان شاء الله. وما تدري ترى يمكن هذه الحيره يعني يمكن غير تعطيك وقت انك انت تكون في البيت وتفكر زياده في الموضوع يعني. ده اللي انا بعمله، والوالدتي العمليه محصوره بقى دلوقتي ببعض التدريبات المنزليه الجسمانيه اللي بتصب في عمليه مجموعه العضلات اللي شغاله في عمليه التأديف الى ان يفرجها ربنا سبحانه وتعالى. وعلما برضو ان من الحاجات الكويسة جدا الواحد مع طول المسافات اللي عملها بالدراجة بقى عنده نوع من انواع البيلدينج اب للستامينا وللياقة تصب بشكل مباشر في عملية عبور أطلنطي، لان الدراجة وعملية التبديل على الدراجة بتشغل نفس العضلات بالظبط بتاعت الجزء السفلي أثناء عملية التبديل، عملية الدفع بالأرجل. سواء بدأت على طول تحدي عبور أطلنطي أو قمت ببعض الرحلات بمجرد ما الكورونا دي تختفي، دي هتصب يعني الاتنين بيصبوا في يعني لصالح بعض يعني. ممتاز. طبعا مهم جدا بعد نتذكر التدريب الذهني و عبور الأطلنطي بقارب التجديف يبي لها مثل ما تقول لايف كوتشنج وتدريب ذهني. أنا طبعا هذه الأشياء سويتها قبل رحلة طريق الحرير ورحلة ترانز أمريكاز، لأن أول شيء يمكن تكون أنت هومسك، ممكن تمر في لحظات إحباط، فمتأكد أنا هذه الأمور بعد أكيد التفت عليها وشفتها. أنا بالفعل أنا تابعت واتصلت تواصلت مع ناس على فكرة مش قليلين سبع عبر أطلنطي بقارب تأديف، ومن متابعتي ليهم ولصفحاتهم ومن حواري معهم هو ده في شيء جزء من التدريب، يعني جزء من التدريب هم بيعزلوا نفسهم عدة أيام بدون أي تواصل كنوع من التأهيل والتدريب على عزلة المحيط لمدة شهرين وقد تمتد لثلاثة. ولكن أنا الجزئية دي بقى بالذات هي مش قلقاني قوي، لأني في رحلاتي الثلاث أو أربع رحلات الطويلة اللي أنا عملتها كانت يمكن أمتع الأجزاء في هذه الرحلات هي الأجزاء التي كنت فيها في عزلة شبه كاملة، سواء في الصحراء أو في
او في غابات او في محميات طبيعيه. يعني مساله ان انا اكون لوحدي مده طويله شيء مش مزعج بالنسبه لي تجربه يعني. طبعا طبعا هي أجمل شيء في الترحال بالنسبة لي أنا. ما هو كل الرحاله يعني عندهم نفس الدماغ دي، فما تهديش ان هي تعتبر يعني عائق كبير يعني. حلو. تكلمت عن رحلة شمال السودان بأنك تحلق بعيدا، وحسيت أنها هي قريبة من قلبك بشكل كبير. ممكن تتكلم لنا أكثر عن هذه الرحلة اللي سويتها في 24 يناير 2008 أو 2018؟ جدا. هو انا مجموع الدول اللي انا لفيت فيهم بالدراجه حوالي يمكن 15 دوله، والملاحظه العامه ان كلما كانت الدوله ناميه وكان الشعب شعب في دوله ناميه، كلما كان التواصل الانساني اكثر ثراء، مع برضو تقديري للدول الغربية وشعوب الدول الغربية، يعني كان في مواقف إنسانية جميلة جدا، ولكن الوضع مختلف خالص في السودان، في ماليزيا، في المغرب، في هناك شيء ما تفقده البشرية مع تطورها، مع تطور مستوى المعيشة، مع تطور التكنولوجيا، مع يصاحبه شيء من الانعزال الشعوري والانعزال في التواصل ما بين البشر. موضوع مختلف خالص. السودان بالذات لم يعني كان الجانب الإنساني فيها ثري جدا جدا جدا. فزي ما كنت بحكي عندي على صفحتي، والله كل مرة ما يقولوش يا محمد، يقولوا يا ابن النيل. موضوع يا مؤثر ابن جدا، النيل يا ابن طبعا. النيل. هما كده أي واحد مصري يقولوا له يا ابن النيل. حلو، فكان واكيد فخور بهذا اللقب يعني بشكل والله اكيد. ماشي بيحبني جدا. وهقول لك على موقف إنساني يعني كان متكرر. أنا كنت ماشي بالدراجة وحطيت العلم المصري والسوداني، كانوا يستوقفوني في الطريق مرة كده. هو نزل العربية فيها محملة شباب كده يعني عمال أو حاجة، 7 8، وقفوني ونزلوا يتصوروا معايا وبقوا ماسكين العلم السوداني بيهتفوا. يعني مستوى المشاعر مختلف خالص. يعني واحد هو في سلوفينيا مع احترامي، ولا في سويسرا، ولا يعني لو الواحد قال لك هلو كده وانت ماشي تبقى يعني يوم عيد. صح. الدنيا مختلفة خالص. كانت السودان كانت جميلة قوي قوي. ماليزيا نفس الحكاية جدا حلو. جدا. في أحد المتابعين سأل سؤال، هل في منظمة أو جهة حكومية ترعى هذه الرحلات بحيث تعطي الرحالة ما يحتاج إليه من دعم مادي ومعنوي؟ أنا بالنسبة لرحلاتي السابقة كلها ما كان، لا ما حصلش إن أنا لا جهة تواصلت معايا ولا أنا تواصلت مع جهة معينة بالنسبة لأي دعم مادي. وهو بالحقيقة التكلفة المادية، أنا بحرص يعني بصفة عامة في معظم الحالات التكلفة المادية تكاد تكون يعني على واجباتي اليومية، ومن حين لآخر هوستل الواحد يبيت فيه أو فندق متواضع. يعني التكلفة المادية مش عالية جدا، ولكن طبعا أنا يعني لو في أي جهة داعمة أنا أرحب جدا جدا. يعني بالعكس دي تدي للواحد فرصة إنه يعمل رحلة أكثر طموحا، الشق طبعا المغامر فيها أكثر إثارة. إنما ما جتش فرصة، أو يعني ما لم تتح لي فرصة إن أتعرف على جهة وجهة تحب إنها تمولني. طيب. أكيد أخ محمد مريت في لحظات خطرة ولحظات فيها تحدي للنفس وتحدي للوضع أو situation، فذكرت أنك تخطيت شجرة على ارتفاع 15 متر في بينينج في ماليزيا، وكان المسار شبه مهجور
وممنوع دخوله وممنوع تجاوزه. انا قاعد اكتب، انا كاتب ملاحظات هذه فقاعد اقرا منها يعني. فممكن تتكلم لنا عن الشجره الضخمه وتتكلم عن المسار اللي والتحدي اللي اخذته في هذه تمام. هي اللحظه ده بالذات؟ يعني دي ما يعني يعني كانت نوع من الوعي، اعترف يعني شيء من الرعونه في الموضوع ده، ولكن هي رعونه ممتعه. يعني هو لابد من حين لاخر ان الواحد يخوض ما ممكن ان يسميه مغامره حقيقيه. فهو الحبال المعلقه دي كانت حبال معلقه ما بين الاشجار، وكانت مغلقة للجمهور لأن في شجرة ضخمة جدا وقعت على إحدى هذه الحبال وقفلت المسار دوت. فهم قافلين المسار، وبالتالي قافلين هذا الحبال المعلقة والمسار المؤدي إليها، فالمنطقة كلها مهجورة. فلما مشيت وشفته، الحقيقة كانت إغراء الصعود كان كبير جدا جدا جدا. بس فيعني كسرت إلى حد ما اللوائح والقوانين وتخطيت الأسلاك الشائكة وطلعت الحبال المعلقة دي. وكانت الحقيقة كانت من أجمل ما يمكن، لأن كانت هي في وسط الأدغال، وكمان لأن هي مهجورة، فالحيوانات والقرود والحياة الطبيعية على راحتها تماما، ما فيش أي تأثير بشري. كانت مغامرة جميلة جدا جدا. حلو. طبعا الناس ميزه اللايف ان المتابعين يتفاعلون ويسالون اسئله، وفي اسئله قاعده تطلع مع لحظه سردك للقصص هذه. ففي كثير من الاسئله، في اعتقد 3 أو 4 أسئلة، منها اسعد لحظه حس فيها الرحاله محمد عليوه خلال رحلاته. اكيد لحظات جميله سعيده بالنسبه لك، لكن يعني اكيد في لحظه معينه هي الأسعد إطلاقاً في خلال هذه التجربة. والله في مواقف إنسانية كتيرة جدا، وده على فكرة أجمل حاجة في الرحلة، غير بقى الطبيعة والتحدي الجسماني والكلام ده كله. إنما كان في مجموعة من المواقف الإنسانية الحقيقة أثرت فيها تأثير رهيب جدا. أذكر اللي يخطر على بالي في اللحظة دي، في رحلة اللي هي عملتها بتاعت البلقان والبلقان وغرب أوروبا، دي كانت رحلة حوالي 4600 كيلومتر، بدأتها من أثينا وعبر بقى أثينا ألبانيا الجبل الأسود البوسنيا سلوفانيا، يعني وصولا لحد باريس. فلما فت من الحدود الألمانية ودخلت في فرنسا، في الرحالة بالدراجة، في شبكة كده اسمها وورم شاور، الدش الدافئ. هي حاجة كده عاملة زي كاوتش سيرفينج، ولكن هي فقط للرحالة بالدراجة، الدراجات الهوائية. فبتدخل وبيبقى ليك حساب اكاونت وبروفايل وريفيو، ناس بتكتب ريفيو عليك لما بيستضيفوك يعني، وبتكتب فيها نبذة انت مسافر من مكان فلاني لمكان فلاني. ولما بتروح في بلد معينة بتطلب طلب استضافة للرحالة، يعني يكونوا مش رحالة، يكون بقى هم ساعتها متواجدين في ساكنين وبيستضيفوك وكده. ففي إحدى المدن الفرنسية كان في يمكن 4 أو 5 مضيفين بس، كان في أسرة لفتت نظري جدا، كنت مهتم ان انا اروح ازورهم واحظى بضيافتهم. دي كانت اسره من اب وام و3 اطفال، وجميعهم يرتحلون بالدراجه، يسافرون مئات والاف الكيلومترات. ممتاز. فقريت عن رحلاتهم وقريت عن الريفيو بتاعهم، رحت بعت ريكوست، اوب ردوا عليا هننتظرك كذا كذا كذا. فرحت وفوجئت باستقبال يعني ولا رؤساء الجمهورية، يعني أنا ذهلت. وجدت أولا على باب بيتهم علم مصر، البنت الكبيرة رسماه،
العلم بألوان مصر بالنسر المصري ومكتوب ممتاز. عليه جمهورية مصر العربية، وبعدين خصصوا لي هم كمان عايشين زي ما بيقولوا عليه الإسكان الاجتماعي، يعني هم عائلة يعني أحوالها المادية بسيطة يعني، فعايشين في إسكان اجتماعي في شقة ضيقة، فضوا لي غرفة البنت الكبيرة دي ليا أنا وحدي، وأنا كنت عمال أرجوهم يا جماعة أرجو كفاية إن أنا مثلا أقعد على الكنبة في الصالون، لأ غرفة كاملة مخصصة ليا، عشاء فاخر، استقبال، يعني كان حقيقة مؤثر جدا. فالأسرة دي الحقيقة فعلا وأنا جاي بأغادرهم كنت يعني متأثر جدا من الحفاوة بتاعتهم، وقالوا لي كلمة أثرت فيا جدا، قالوا لي إحنا قبلنا طلب الاستضافة بتاعتك لأني كنا مستعجبين من البروفايل بتاعك، إنك عربي مسلم مصري، عمرنا ما استضفنا يعني، استضفنا فرنساويين كتير وألمان كتير، وإنما عمر ما دخل بيتنا ولا استضفنا واحد يعني عربي مسلم مصري وبيعمل الرحلة الطويلة دي من أثينا لباريس، فكنا عايزين نعرف نتعرف عليك ونسمع منك دوت. فكان الحوار بالليل واحنا بنتعشى حوار يعني سامي جدا، استقبالهم كان جميل، حوارهم كان جميل، فكرة اني كنت انا في الاول زي ما سبق قلت حتة ان انا عربي مسلم بالستيريوتايب الموجودة في ذهن الكثير من الغربيين كنت متخيلة ممكن تبقى يعني الى حد ما نقطة سلبية، لا بالعكس فوجئت اني ده عامل خلي بالعكس الناس عايزة تسمع مني وتتعرف عليا، فكانت لحظة جميلة جدا جدا يعني. حلو ممتاز. وشيء مثل ما تقول ملهم، يعني لما نسمع القصة هذه احنا انت تلهمنا ان احنا نقوم بشيء مشابه، نتعرض لنفس هذه القصص. طبعا بشكل عام المغامر او الرحالة دائما يحب يهرب من اشياء، ونسميه احنا هروب مثلا من السيستم او الروتين العمل مثلا، وانه نصحى من النوم ولازم نكون محلقين ولازم نكون لابسين لبس معين، لازم واجبات اجتماعيه، هذه كلها لما احنا نقوم برحلاتنا احنا نهرب، وهذا هروب، وهروب جميل، هروب يعني انا ما خلينا نقول هروب واجازه، انك انت تاخذ اجازه من الروتين اللي احنا فيه ونهرب لطبيعتنا كرحاله ونرجع. ولكن مع محمد العليوه في قصه هروب جميله، وهي هروبك من الجزيرة الكبرى في أندونيسيا والخروج من الجحيم، ممكن تقول لنا القصة هذه؟ والله دي انت وصفت بالظبط اللي حصل، ان في انا رحت زرت اندونيسيا، ما كانتش مخططه قوي ان انا في رحله جنوب شرق اسيا، وبعدين لما تفتح الخريطه كده تفاجئ اندونيسيا ديت، تعرف اندونيسيا فيها تقريبا 16 ألف جزيره، صحيح يعني ممكن نعم. تقعد عمر كامل 4 5 سنين بتلف في اندونيسيا مش هتخلص الجزر دي وبتاع. ف قلت طب اعمل ايه اعمل ايه، قلت ناخد نبذه نزور بعض هذه الجزر. فروحت ركبت القارب من سنغافوره، عديت لاندونيسيا جزيره اسمها باتام، ومتخيل بقى انا عارف اني اندونيسيا من الدول بناء على متابعتي الرحاله تانيين، انا عارف انها كثيفه السكان جدا جدا جدا، 200 مليون أعتقد أو 220 مليون نسمة فيها. وعارف ان كثافه مروريه رهيبه وكثافه، لكن ان تسمع شيئا حاجه وانك تراه رؤيه العين حاجه تانية. صحيح. رحت جزيره بطام ديت، هي عباره عن 6 جزر، 6 جزر متواصله الواحده بالاخرى بكباري، ولكن الحياه الاقتصاديه والصناعيه والخدميه كلها متركزه في اكبر جزيره، وهي اول جزيره الناحيه الاقرب الى سنغافوره.
بقية الجزر بقى شواطئ هادئة. لما وصلت الجزيرة الرئيسية والله كان أشبه بالكابوس، في حياتي ما شفت هذا الكم من الموتوسيكلات والسكوترات في حياتي. يعني الشوارع عبارة عن آلاف آلاف مؤلفة من السكوترز بتجري بسرعة كبيرة جدا، زحام فظيع، التلوث، وبالتالي أنا بمجرد أن وضعت قدمي كانت أولويتي الأولى أن أهرب إلى الجزر الصغيرة من هذه الجزر. فكان سباق مع الزمن، سباق مع الزمن أن أخرج من هذه الجزيرة الكبيرة وأوصل إلى الجزر الأكثر هدوءا. فدي كانت قصتي مع جزيرة باتان في إندونيسيا. بس وكان الحمد لله موقف مجرد ما ايه تفضل هربت الجزر الصغيرة دنيا مختلفة خالص. يعني شواطئ عضراء، خضرة بديعة، الكثافة المرورية بسيطة جدا جدا جدا. حتى نفسيات البشر تختلف في المناطق الصغيرة تماما تماما ايه. تماما 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 تمام. فهل هذا نعتبره أصعب موقف مريت فيه؟ لأن في أحد الأسئلة من الشباب اللي يسألوا ما هي أصعب رحلة مرت عليك، سؤال طلع، فهل هذه إجابة للسؤال ولا في مواقف صعبة لا ثانية صارت؟ ده مش صعب، لا مش صعب. هو المواقف الصعبة ربما ممكن أحصرها في موقفين أو ثلاثة، وهي الاستثناء، وجميع الرحالة يجزموا على ذلك. ليس هناك رحالا لا يمر بموقف سخيف أو بموقف صعب، لابد لابد لابد. فممكن أحصر في موقفين ضايقوني فعلا. موقف منهم كان في اليونان، وتعرضت لأني مجموعة من الجيبسيز أو الغاجر يعني جريوا ورايا يعني حاولوا يسرقوني ويخطفوا التليفون من إيدي. والموضوع ده ضايقني بالذات إن أنا بعد ما هربت منهم وقفت كده في محطة بنزين، كنت عايز أكلم البوليس وكده وفوجئت الجماعة في محطة بنزين قالوا لي ده الموضوع متكرر بشكل فظيع، وإني أنا محظوظ جدا جدا جدا، لاني لو كنت ماشي في المكان ده بالليل كانت التليفون والدراجة والفلوس والباسبور وحتى بيقولي ربما هدومك نفسها كانوا قلعوك صحيح. هدومك. فالموقف وترني، والكلام بتاع الناس بعد ما مشيت يمكن وترني اكتر. يعني حسيت اني يعني بعد ما كنت ماشي والدنيا تمام وحلوة والترحال رائع وكده، قلت يا ربي طب ما يعني ايه اللي هيحصل، طب بكره، طب بعده، يعني اتهزيت اتهزيت. يعني متعه السفر، ما هو انت لو افتقدت عنصر الامان والاحساس بالامان وبقى راكبك دايما التوتر، طب انا هيحصل ايه، طب صح مش عارف ايه، خلاص إيه طب الرحله فسدت، الرحله فسدت صحيح ومتعتها صحيح فسدت. ولكن برضو كملت كلام مع الناس وقالوا لي انت بس تفادى في مش عارف وانت رايح فين، رايح مكان فلاني، طب انت تفادى المدينة دي واعمل ايه، مش من السكة دي. المهم يعني اخدت بالاسباب، وخلال كده يومين ثلاثة بدأ ايه الخوف دوت يفك شوية شوية لحد ما الدنيا ظبطت. موقف تاني الحقيقة هو طبعا السفر الدولي بيبقى دايما في عبور لازم من دولة لدولة، بتعبر منافس حدودية. بنسبة كبيرة جدا الموضوع بيبقى سلس، يعني يمكن أسهل كمان من الطيارات، أسهل من الطيران والمطارات يعني، ولا يستغرق عادة ربع ساعة، وأحيانا بيبقى دقائق بالذات في الدول الأوروبية. وما بين الدول الأوروبية بيبقى العبور سلس جدا، واحيانا ببقى فوق الدراجه لا اتحرك منها، يعني اسلم جواز سفري كشك دوت الى ضابط الجوازات دون ان اقوم من على دراجتي، فده بيبقى هايل. ولكن عوده الى اندونيسيا، عوده الى اندونيسيا لسبب غير مفهوم، كان في تعنت فظيع رهيب من ضابط الجوازات، وكان يريد وعادتي إلى لأسباب أنا غير منطقية. فقعدت معاه يمكن حوالي نص ساعة أو تلات أرباع ساعة حاول أفهم أنت يعني
مصدر قلقك ايه؟ يعني جواز سفري قدامك اهو، ساري الصلاحية، انا مواطن مصري مش المفروض يبقى لي تأشيرة؟ يعني في اعفاء تأشيرات لاندونيسيا، صحيح. عفاك على الجواز تأشيرات سابقة لكذا دول، رحت ده وده وده، يعني يعني بس احنا خايفين الكلام. هل هو مرتشي عايز مثلا، كان يريد ان انا اعطيه مبلغ؟ المهم يعني الخلاصة اني دخلت في الاخر سنغافورة اندونيسيا، ولكن بعد 3/4 ساعة من السين والجيم المزعج جدا والغير مبرر. فمثل هذه المواقف بتكون الحقيقة سخيفة، لأن هو يعني خلاص كاد يقول لي المركب اللي جاية أرجع فيها، والمشكلة إني لا يعطيك سببا، لا يعطيك، هو كده. ف بس غير كده خلاص، غير كده الرحلة يعني الرحلات عادة في مجملها الناس خيرة والمواقف السيئة استثناء. فدول الموقفين اللي يعني كنت بس ممكن اكيد اكيد لما تتذكر هذه المواقف تبتسم مع الايام، يعني هي انت صنعت ذكريات سواء كانت جميله او سيئه، ولكنها ذكريات. واكيد لما تتكلم عن التجربه السيئه تبتسم دائما، وهذا الحال معي انا. طبعا. وكل تجربة سيئة على فكرة نعم بتولد نوع من أنواع الخبرة المكتسبة. يعني مثلا اللي حصل لي مع الجماعة الغاجر دول، بقيت بألف في دماغي لو الموضوع ده تكرر كيف مفترض أن يكون رد فعلي، وماذا قلت أو لم أقل، وكان يعني كان المفروض يعني. وبدأ يتولد عند الواحد نوع من الحس الأمني مختلف شوية أثناء السفر، أثناء التخييم، أثناء يعني في كل موقف صعب أو حاجة زي كده الواحد بتزداد خبرته وبيزداد وعيه وبيزداد صحيح. تعامله في المواقف. ده حقيقي. وهذا الشيء اللي انا دائما اقوله، ان الصبر والابتسامه والمصافحه هم اجمل 3 اشياء في عبور الحدود. طبعا انا مثلك مريت بهذه اللحظات، وفي لحظات كثيره اتهموني بالارهاب وتم تفتيشي بشكل دقيق، ولدرجه ان في احدى الدول في شرق في اسيا الوسطى حاطين صور مطلوبين ارهابيين، فكان يمسك الجواز يشوف صورتي ويشوف في اللوحة إذا صورتي مطابقة لأحد الإرهابيين ولا لا. ولكن دائما أنا أبتسم، يعني والابتسامة هي السلاح ومفتاح دخولك، يعني الابتسامة، مصافحة اليد، الصبر، تعطي هدية مثل ميدالية عليها صورة مثلا النسر أو عليه علم مصر. هذه الأشياء طبعا مثل ما تقول تكسر الزعل وتكسر الغضب، وتخلي الضابط مهما كان عصبي ويومه سيء، انا دائما اعطيهم عذر، يعني اقول يمكن زوجته زعلته في البيت، يمكن ما تاخروا في صرف راتبه. فهذه الاشياء طبعا تخلينا نمشي ونستمر. في سؤال طلع هني، وهل لاسرتك دور في دعمك في القيام برحلاتك؟ الإجابة معقدة، الإجابة معقدة، وكلنا هذا الرجل. أنا دور أسرتي، أنا ولادي كبار، ولادي كبار، فما عنديش قوي مسؤولية، يعني متخرجين وبيشتغلوا، فمسؤوليتي كأب محدودة في المرحلة الحالية. زوجتي وصلت معاها لتفاهم مهم جدا. هي كانت من الذكاء انها ادركت وعرفت انني اذا حرمت من الترحال افقد شيئا عزيزا جدا علي، واصبح انسان تعيس بمعنى الكلمه. يعني انا لو مر علي سنه ولا 7 8 شهور من غير ما اسافر سفريه طويله، يعني بقى انسان حزين حقيقي يعني. فوصلنا مع بعض التفاهم اني يعني انا اخر سنين كل سنه بطلع رحله طويله، رحله طويله تمتد عده شهور عبر عده دول. فوصلنا التفاهم اني في كل رحله
هنلتقي. هي مش غاوية بقى، مش غاوية ترحال ومغامرة ترحال. ومفرجة طبعا الكلام ده خالص، فإن احنا نلتقي في منتصف الرحلة في دولة ما في مكان ما، نلتقي في أسبوعين 3 شهر على حسب التسهيل، ثم هي تعود وأنا أواصل الرحلة. وده كانت كومبرومايز أو حل وسط ممتاز جدا، طبقناه في رحلة جنوب شرق آسيا وعملناه في رحلة أوروبا والبلقان. رحلة مصر والسودان كان المفروض إنها تجيلي في أسوان قبل ما أعدي مباشرة للسودان، بس حصل يعني خلاص بقى هو ده المنهجنا يعني مع كل رحلة، نبدأ نتكلم طيب أوكي أنا هسافر بهذا التاريخ، هوصل البلد دي بتاع ده تعليلي، هنعمل كذا ونزور كذا، ويعني وحتى بتبقى بالنسبة لي فرصة إن أنا التقاط للأنفاس والراحة، من إن برضو السفر بالعجلة عملية مرهقة جدا، صحيح. فبتبقى فرصة إن إحنا نلتقي وإن أرتاح وإن آكل كويس وأستعيد عافيتي، وبيبقى دايما السفر فيه الكثير من الشظف، فبتبقى فترة كده الواحد يدلع نفسه شوية في كام مهم يوم كده جدا، يظبط. مهم جدا، صحيح. نعم في الكابتن عبد الله دلول سأل سؤال: في حالة تخطيط لرحلة كاملة ولمدة زمنية معينة خلال الرحلة، ما هو الشعور بتقييمكم حول الاستمتاع في هذه الرحلة، وما هي الاستفادة التي تكتسب؟ تمام. أنا مش من أنصار التخطيط الشديد للرحلة، يعني عندي خطوط عريضة. نقطة الابتداء معروفة، ما هو أنا لازم هبدأ الرحلة من نقطة ألف، يعني مثلا رحلة أوروبا لازم أقطع تذكرة الطيارة ورحت اليونان، فأنا عارف أنا هبدأ من اليونان، وبعمل مسار تقريبي. طب انا عايز الدول دي انا ما زرتهاش، عايز ازور المكان ده، عايز اعمل الكلام ده، فببدا اعمل كده ايه خطوط عريضه جدا. اثناء الرحله كتير بغير المسار وبغير، يعني مثلا انا كنت في رحله اوروبا والبلقان دي كنت ناوي اعمل اليونان مقدونيا صربيا وهكذا. بعد 4 ايام انت الواحد بيفتح بيخطط بيفتح جوجل مابس ويقعد يشوف ايه، يقول الطريق ده شكله حلو بتاع، الواقع ممكن يكون مختلف خالص. لقيت اني الطريق من اليونان الى مقدونيا طريق معظمه موازي لطرق سريعه، فطول ما انت ماشي جنبك العربيات عماله الطبيعه، يعني الطبيعه مش حلوه، الطريق مش حلو، فلقيت نفسي مش مستمتع خالص. خدت قرار في لحظة معينة قلت أنا مش هكمل، وفي نفس الوقت كان على بالي إن أنا كنت عايز أزور ألبانيا. حلو. ألبانيا أصلا أنت عارف إحنا كان عندنا الأسرة المالكة الأسيسة محمد علي هو أصلا من ألبانيا، وهو في عندنا صحيح. في تاريخ ترك والمماليك والبناء في تاريخ، يعني ألبانيا زيارتها ده غير إن هي كانت دولة شيوعية على امتداد 40 سنة شيوعية لم يرها العالم، ولا حتى في الصين ولا حتى في الاتحاد السوفيتي نفسه، ابتكروا نوع من الشيوعية الفظيع، يعني هي دولة كان يهمني زيارتها. قلت خلاص احنا الغيرة وبينا على ألبانيا، رحت ألبانيا وبناء على كده اتغيرت بقى، رحت رايح من ألبانيا على فاللي انا عايز اقوله الاخ عبد الله اني التخطيط يعني التخطيط الشديد للأمور دي بيفقد معنى الرحلة. دايما صحيح. المتعة في المفاجأة، يعني دايما المتعة في المفاجأة، مفاجأة في من تقابلهم، مفاجأة في مشاهداتك، مفاجأة في تغيير مسار الرحلة. الشق الثاني ذكرني يا أخي خالد، الشق الثاني من السؤال كان إيه؟ الشق الثاني انه يعني هو يقصد ان تقييمك للتخطيط، يعني هل كان التخطيط على حسب ما كنت متوقع، او صارت اشياء التخطيط كان اقل من ما انت كان من اقل من المفروض يصير، او اكثر من المفروض يصير، يعني as expected يعني.
بتختلف من رحلة لرحلة. يعني أحيانا في رحلات بتفوق توقعي وأستمتع بيها. يعني مثلا أنا عندي 52 سنة، فالجزء الشمالي من مصر كله شفته كذا مرة، اسكندرية، بورسعيد، الحاجات دي كلها. ولكن الجنوب المصري حتى الحدود مع السودان كانت منطقة بالنسبة لي جديدة تماما، وانبهرت واستمتعت ابتداء من مرسى علم وحلايب وشلاتين وقبائل وطبيعة ومحميات طبيعية لم كن أتخيل أن مصر فيها هذا الجمال. فكانت مفاجأة، كانت مفاجأة بالنسبة لي إزاي بعد هذا العمر ده كله كان فايتني كل هذا. وفي دول مش عايز أذكرها، ما أحبش قوي أذكر السلبيات، يعني في دولة تحديدا في البلقان كنت أسابق الزمن لكي أخرج منها. يعني كنت كل يوم بعمل يمكن 100 كيلو، أنتظر بفارغ الصبر متى أخرج منها. أهلها لا يعرفون الابتسام، يعني أول مرة لا يحيون، لا يرحبون، لا 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 لا، يعني شيء كان فظيع جدا. فدي كانت بالنسبة لي، رغم إن هي دولة طبيعة خلابة، ولكن لم أرى شعبا بمثل هذا العبوس ومثل هذا الـ عدم الترحاب بالمسافرين والغرباء. فدي كانت بالنسبة لي مفاجأة سيئة جدا. يعني وهو ده روعة الرحلة، كل بالذات يعني أنا أحرص في رحلاتي أن أروح أماكن أو دول لم أزورها من قبل. ما هو إيه الفايدة إن أنا أعرف في المكان الفلاني، طب أروح، طب إيه، أين الترحال والمغامرة في كده؟ فدايما بخطط، لما بخطط صحيح. بروح لحتت لم يسبق لي معرفة. فعنصر مفاجأة عادة إيجابي، عادة دايما كل ما هو جديد مرغوب ورائع، وأحيانا ممتاز يكون، بس هو في الأغلب في مجمله إيجابي. يعني ممتاز. سؤال، الشيء الجميل ان اليوم في اسئله كثيره قاعده تطلع، وهذا يدل ان الحوار شيق. وعندك الاخ هنا يسال اذا عندك قناه في يوتيوب وانت توثق رحلاتك في قناه او في اي منصه اجتماعيه، ممكن تزودنا فيها او نكتبها هنا عشان الناس يشوفون ويستفيدون. انا هقول لك بقى حاجه عن الموضوع ده. انا عندي قناه يوتيوب، ولكن انا من اكثر الناس الكساله في التوثيق، ومش عارف انت تشاركني في رايي في كده ولا لا. عندي اشكاليه، التوثيق المفرط يفسد الرحله. يعني صحيح. لو كل شويه حقف واصور واعمل فيديو، اللحظه، سحر اللحظه، سحر المكان بيفسد. فحتى احيانا مجرد التصوير كده، هو مجرد صوره عاديه كده استخسرها. يعني هي الاخر اقول طيب انا لازم برضو احتفظ بذكرى، ولما بقعد اقلب في صور بستعيد الاحاسيس وبستعيد الاماكن واستمتع جدا. ولكن احيانا في الرحله نفسها يعني مش عارف ازاي اتغلب على الموضوع ده، مش عارف. ولكن يعني في كل رحله اقول لا، المره الجايه لازم ابدا اصور ولازم افعل القناه و و وبعد كده أفقد شوية الاهتمام. ففي قناة، ويعني لعل وعسى الرحلات اللي جاية، ما لهاش حاجات كتيرة، بس لعل وعسى الرحلات اللي جاية أبدأ أوثق فيها بشكل أفضل. طبعا انا دائما اذكر هذه الملاحظه، ان في مثل ما ذكرت الرحاله يتحول الى مدون او يتحول الى فلوجر في حال ان ركز كثير على موضوع الفيديو اكثر من الاستمتاع باللحظه. و بالظبط. للاسف في كثير من الرحاله وبالذات العرب هدفه انه ينقل المتابعين، فتلقاه يصحى بدري الصباح عشان ما تفوت التغطية الساعة 10 الصباح عشان ينقلها لمتابعينه، ويقضي أوقات كثيرة في الفندق أو في السكن قاعد يسوي إدت ويحط الصورة هذه في فأنا معاك فيها ومؤيد فيها 100%. وكنت برفقة رحالة بريطاني كيفن ساندرز، وهذا الشيء ذكرته من أسبوعين تقريبا، أن كيفن وزوجته ما يشيلون معاهم كاميرات. فتلقانا احنا مثلا في موقع ماتشو بيتشو او في موقع يعني ما تشوفه لمره في عمرك،
واحنا قاعدين نصور وماسكين موبايلاتنا كل واحد يصور، تلقاه هو قاعد يتفرج او حاضن زوجته وقاعدين يتفرجون مع بعض ويتكلمون في جمال اللحظه. ففعلا قال لي انا اذا استخدمت الكاميرا راح افسد لحظه التركيز والتامل، راح نفقد موضوع التامل والاستمتاع باللحظه 100%. كونك انت ماسك الكاميرا انت اعطيت اللحظه هذه 30%، لان تركيزك كله راح على الكاميرا. شلون بتطلع يا ترى لما اخوي او زوجتي تشوفها بتطلع مثل ما انا شفتها؟ فانا مؤيد فيها معاك، ولكن اكيد السؤال هذا من عندي انا، هل سنرى او سنقرا كتاب لمحمد علاوي في يوم من الايام؟ والله الموضوع ده على بالي جدا. لكي تكتب كتابا، لان في اصدقاء كتير سالوني السؤال ده، محتاج حاجتين. انا اعتقد ان انا ممكن عندي ملكه الكتابه، ممكن اكتب كويس، يعني ممكن اكتب كويس، ولكن محتاج عنصرين. اولا الرغبه في الكتابه، يعني لازم يكون كتابه الكتاب ده شيء ممتع، يعني انت تكتب وتستمتع وانت تكتب، يعني ده عشان يطلع حاجه مقروءه وناس تستمتع بيها تكون انت نفسك مستمتع وانت تقوم بها. نمرة اتنين، لابد ان يكون عندك ذخيره، ammunition، ذخيره تكتب. يعني ايه ذخيره؟ الذخيره هي مجموعه من المواقف، مجموعه من الاحاسيس، مجموعة من الأماكن الاستثنائية الجديرة أنك تكتبها عشان الناس تقراها. فالموضوع ده أول ما استشعرته كان في السودان، عندما دخلت السودان كان كل يوم موقف، كل يوم حاجة تستحق الكتابة، كل يوم إحساس متدفق يستحق التسجيل. فده كان أول مرة أفكر في كتابة كتاب. ثم عندما بدأت الاستعداد لتحدي عبور الأطلنطي، وجدت في نفسي مرة أخرى وبدأت بالفعل في الكتابة، لأن وجدت في نفسي رغبة شديدة، ووجدت كمية من المعلومات أنا أعرف أن القارئ العربي لا يعرف عنها شيئا. صحيح. لا يعرف ما هي مواصفات القارب الذي يمكن يعبر الأطلنطي، ما هي الاستعدادات، ما هي التجهيزات، ما هي التحديات، ما يعني هيكون في ماده تستحق القراءه، وبالتالي كتاب يستحق ان تشتري. انت مش هتروح تشتري واحد عشان يقول لك انا رحت اسكندريه و... طب يا عم طب هو في 30 مليون واحد في اسكندريه، ما الجديد؟ كم واحد بعبر الاطلنطي؟ لا احد. كم واحد يعني؟ فدي الفكره. طبعا قعدت كتبت بنشاط، كل يوم كنت اكتب عده ساعات لحد ما الدنيا كلها وقفت وكورونا بدأت، فافتقدت لإيه؟ هذه الذخيرة. فلما إن شاء الله نبدأ تاني بعد الكورونا، أنا على بالي جداً جداً كتابة الكتاب إن شاء الله. طبعاً كل رحالة يمر بلحظات إحباط، أو المحيطين فيه يحاولون يحبطونه ويشدونه للأسفل، وبعضهم ينجرف وراء الإحباط، والبعض الآخر يأخذ الإحباط كنوع من الموتيفيشن إنه يحاول يثبت العكس. وأنا شخصياً تعرضت لهذا الموقف أثناء تخطيطي لرحلة طريق الحرير. ولما رحت رحلة طريق لما قررت إني أخوض رحلة طريق الحرير، لقيت الكثير من الناس، لأن أنا أعلنت عنها إعلامياً، فلقيت الكثير من الناس يعني حاولوا يحبطوني، بل إن الناس صاروا يقولون النكت فيني. حتى أمي وأبوي قالوا أن هذا الإنسان مجنون وراح يقتل نفسه ويتم أبنائه. فأحد الأشخاص سأل السؤال هذا، في أحد من أقاربك أو معارفك كان يقلل يقول لك ما راح تقدر تسوي هذا الشيء وأنت أثبتت العكس؟ والله كلمة مجنون دي واضح أنها بتتقال لكل رحالة يعني مثلا، ولكن هي فكرة الموضوع ده ثقافة الترحال هي ثقافة جديدة وغريبة في العالم العربي تحديدا، فناس يستعجبوا. في الدول الغربية عادي يعني تروح تتابع الرحالة، ياما ناس يستضيفوك انت مسافر من فين لفين عادي. انما اقول لك مثلا انا لما عملت رحت السودان، ف
فكنت بحسن نية مثلا أمشي في الطريق، وبعدين أقف في استراحة، شايفين بقى العجلة بالشنط بالعلم بالتجهيزات، منظر غريب جدا. ف يقولوا انت رايح فين؟ اقول لهم رايح السودان. اضحكوا عليا، وبعض يقول لي انت مجنون. تحديدا كلمه مجنون دي سمعتها كذا مره. فالواحد بدا ايه يخاطب الناس على قدر عقولهم. قلت خلاص احنا هنقلل الطموح، فبقيت اقول لهم انا رايح مثلا شلاتين، دي اقصى الجنوب خالص. فلقيت برضو الضحك والمجنون، فبدات بقى ريحت نفسي خالص. فبقيت ايه يعني انا مثلا ده كويس قوي، ياه بس انت رايح فين؟ انا رايح مرسى علم، المدينه اللي بعدها. يخاطب الناس على قدر عقوله. انت مخك خلاص ما بيجيبش اني ممكن واحد يعمل 3000 4000 كيلو، علما ان صحيح في راح يعملوا مئات الالاف من الكيلومترات. صحيح صحيح الرحال انا في عرفي، الرحال بجد في عالم الدراجات الهوائيه، هو من حقق رقم 100000 كيلومتر. هذا ارفع له قبعه وهم قليلون. صحيح. من هو ده اللي ترى ده رحال عالمي. انا واجهت حالة ياباني في الارجنتين، في جنوب الارجنتين، يمشي على عربة. شفت العربة اللي على عجلتين ويركض يجري فيها، عمره 70 سنة. فرجعت له، شفت واحد يجري يسحب عربة كانها عربة الرومان، يعني شفت شلون. فرجعت له احاول اكلمه، ما يفهم انجليزي، فطلع الايباد وطلع المترجم وقال لي انه هو لحد الان ماشي 40000 كيلو، وبدأ الترحال في سنة 2009. فسألته سؤال، قلت له متى ناوي توقف؟ متى ناوي تنتهي الرحلة هذه؟ قال لي راح انتهي لما اتعب، وانا لحد الحين ما تعبت يعني. طبعا هو ماشي على طريق اسمه A3، وانا كانوا معي مجموعة رحال اصدقائي، كنت انا سابقهم بثلاث ايام. فقلت لهم، قلت له اصدقائي، يعني قلت له انا راح اوصل، لكن اصدقائي بعد ثلاث ايام راح يلتقون فيك في الشارع، راح احرص انهم يوقفون ويسلمون عليك. وفعلا بعد ثلاث ايام كان موجود على نفس الطريق، لان احنا سرعتنا على الدراجه الناريه 160 140 كيلو، وسرعته يمكن 40 او 50 او 30 كيلو حتى. فبعد ثلاث ايام لقوه على نفس الطريق، وقفوا وصوروا معاه. ففعلا هالانسان انا ارفع له القبعه، لانه فعلا على عربه مش على دراجه، يعني يستخدم رجلينه وعجلتين. طبعا اخ محمد عليوه، الحديث معاك جدا جميل، ولكن باقي ثلاث دقائق وينقطع البث لان في انستغرام ما يسمح. اتمنى بس تقول لي موقف المعبر الحدودي مع تايلاند، الحدود والحواجز اللي اختلقوها، والاحباط اللي انت وصلت فيه في هذا المعبر الحدودي. نعم، انت اكيد برضو تؤكد اللي انا بقوله لك. دائما دائما اكثر لحظة اثارة عندما تترك بلد وتعبر منفذ حدودي وتذهب الى بلد اخرى مستطلعا، يعني شعب جديد، لغة جديدة، بياكل بشكل مختلف، مناظر جديدة. فدائما انا بالنسبة لي متعة كبيرة جدا لما اوصل عند المنفذ الحدودي واعبر من دوله الى دوله. فحكايه معبر تايلاند دوت، كنت انا في ماليزيا الحقيقه لفتها بالكامل بالدراجه، شمال شرق جنوب جزر كل شيء. ففي احدى الطرق وصلت الى الحدود مع تايلاند. فهذا هذا الاغراء اللي هو ايه الحدود امامي، لكن ما كنتش عملت ترتيبات للتأشيرة مع تايلاند. فكان إحساس شعور محبط، محبط جدا، إني هذه دولة جديدة، شعب جديد، ممكن أمطار وأكون هناك ولكن لا تستطيع أن تعبر إليها بسبب ما يسمونه تأشيرات وجوازات سفر. أرض الله هي أرض الله، ولكن البشر يعني وضعوا الحواجز وفرقوا الشعوب يعني. صحيح صحيح صحيح. يلا خيرة، واستمتعنا في الحديث معك وتعلمنا دروس كثيرة، وأتمنى أني ألتقي في يوم من الأيام معك، يمكن ربما في رحلة. شكرا لك على هذه الأوقات الجميلة، وشكرا لك على الاستجابة لطلبي، وأنا راح أخزن المحادثة هذه في إنستغرام وعلى يوتيوب وأرسلها لك إن شاء الله. شكرا لك يا محمد عليوة ابن النيل.
رحالة العرب، ونشوفك إن شاء الله في رحلة جديدة. شاكر ليك جدا جدا يا كابتن خالد، وبرجع تاني وثمن بشدة على مبادرتك دي. ولا